واحنا ناس تعبنا بهالبلد هذا. اللي يتعب بهالبلد لازم يكافئونه. هذا بيت بعوائل ويتامى واطفال. زين لا هو يهددك يعطيك يومين يقول لك فلش. زين هذا اليومين وين يودي هاي الاطفال؟ وين يوديها؟ احنا اللي نرجو من المحافظ، من عضو المحافظ، من الوزراء، من رئيس الدولة بأن ينظر بهاي الناس، ينظر بهاي الأطفال اليتامى. هذول أطفال هسه 10 به يتامى، ألا فلشهم وين يروحون؟ أقلها تعطيهم مدة. وهاي الخرابة ننام بيها، طب لي الخرابة وشوفنا، أنا والرجال، أنا والرجال بهاي الخرابة عايشين، بوع بريقنا وماينا وميعيناتنا وفريشنا، بالليل أنا خالتك أستح أنام بالمحل، أنام بهاي الخرابة اللي بعرسية تمشي على إيدي. نريد نعيش خاله وشوف يعني واحد وين يروح؟ الله يكون بعون. زين وين يروح؟ هاي البسكيتات الله وكيلك مطلوبين عليهم 7 ملايين 8 ملايين، وهسه من سمعوا بيننا ما راح شيء، انا فلشت قلت لك باكر يطقونه بالعباس كلهم التموا علي، قلت لهم عمي ما يروح لكم شيء، امن بناتي عندكم، امن اطفالي عندكم، ما يروح لكم شيء عمي. الله يكون بعون. يعني يجي يكون مثل السيد المحافظ يقول يابا لكم فتره شهرين ثلاثه، اما حد يعني يقدر يعين نفسه يشوف له بيت، يشوف له مكان، يشيل غريضاته، يفلش مثل ما بناهن يبيع ويوفر العالم، صح استاذ ولا لا؟